بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حكيت لكم اليوم ان شاء الله بنحل ورقه العمل ونشوف اذا حدا اي حدا عنده اي سؤال بكل الدروس اللي كانت قبل. اذا في حدا عنده اي سؤال بالدروس اللي كانت قبل. طيب يلا نبلش بورقه العمل. بيقول لك اول سؤال: اكتب كل من الاعداد الاتيه بالصوره اللفظيه يعني بالكلمات ونظمها بالصوره التحليليه. فاحنا بدنا نكتبه بالصوره اللفظيه وبدنا نكتبه بالصوره التحليليه. نبلش بالصوره التحليليه زي ما حاطط لك. اول شيء خليني اقرا الرقم 913451. 913451. هلا بدنا نكتبه بالصوره التحليليه. يلا هي واحد احد، بعدين الخمسه عشرات، بعدين الأربعة مئات، بعدين الثلاث آحاد الألوف، بعدين الواحد عشرات الألوف يعني قدامها أربع أصفار، بعدين التسعة مئات الألوف يعني قدامها كم صفر؟ خمسة. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة. ممتاز. هيني كتبت أول إشي بإيش؟ بالصورة التحليلية. تمام؟ طيب هلأ بدي أكتبه بالصورة إيش؟ بالصورة اللفظية اللي هو زي ما بنقول بكتب شو هي؟ تسعة أو 900 بكتب إنجليش 100 وتسعة وثلاثة عشر إيش؟ ألف، صح؟ بعدين واحد أربعمائة وواحد وخمسون. ممتاز. إذا هي كمان كتبتها بصورة اللفظية. إذا أول إشي كان طالب مني أكتبها بصورة التحليلية، وبعدين كان طالب مني اني اكتبه بصورة اللفظية. طيب نيجي للي بعدها. هلا اللي بعدها اللي هي 254,209. 254,209. يلا نحطها بصورة التحليلية. اول شيء هي 9 زائد في صفر، صح؟ اللي هون شو؟ صفر. بقدر احطها صفر وبقدر ما اكتبها اصلا، تمام؟ هلا تيجي للي بعدها. اثنين بالمئات يعني قدامه صفرين. بعدين اللي بعدها اربعة احاد الالوف، هي واحد اثنين ثلاث اصفار. بعدين الخمسة عشرات الألوف، هي واحد اثنين ثلاث أربعة. بعدين الاثنين اللي هي إيش؟ بمئات الألوف يعني قدامها خمس أصفار، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. ممتاز. هلا شو بدي أكتبه بالصورة اللفظية. هاي كتبناها الصورة التحليلية. هلا بنكتبها بالصورة اللفظية اللي هي 254,000 و 209. ممتاز. برضو هينا كتبناه بالصورة التحليلية وكتبناه بالصورة اللفظية مثل ما السؤال بده. طيب هلا نروح لمين؟ للرقم اللي بعده. طبعا بعد ما نخلص القصة حبعت لك ورقة العمل
محلول. طيب هلا الرقم اللي بعده 300 ايش؟ 1189. اول اشي بدي اكتبها بصورة تحليلية، هاي 9 بالاحد زائد 8 بالعشرة زائد الواحد بالمئات زائد، هلا عندي صفر صفر، هاي المرة ما بدي اكتبهم، بدي اروح للثلاث على طول، هاي ثلاث، الثلاث كم منزل قدامها؟ خمس منازل، واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة. ممتاز، إذا زي ما قلت لك قبل الأصفار بقدر إني ما أكتبهم، الأصفار بقدر إني ما أكتبهم. طيب، هلا أنا نكتب بالصورة اللفظية اللي هي 300 ايش؟ 1189. اذا 300189 هي كتبت الصورة اللفظية. طبعا اكيد ما في حدا ان شاء الله انه ما في حدا عنده مشكلة بهذا الكلام، لانه اتدربنا عليه كثير منيح من حال ما بلشنا واحنا نكتب الصوره التحليليه والصوره الرقميه. تمام، هلا بدي اكمل الجدول. بدو الجدول هاد شفناه قبل، بدو اول شيء انه هو كاتب هون بالصوره القياسيه بالارقام، فانا بدي اكتب بالصوره اللفظيه بالكلمات، وبعد بدي اكتب بالصوره التحليليه. يلا اول شيء خليني أقرأ الرقم اللي هو 934,009. إذن 934,009. ممتاز، إذن هيك كتبته بالكلمات أو الصورة اللفظية، صح؟ طيب هلا بدي اكتبه بالصورة التحليلية. يلا كيف يعني بالصورة التحليلية؟ بدي احلل الرقم 9 آحاد. هلا عندك العشرات والمئات صفار ما رح اكتبهم، رح اروح للأربعة على طول، كم صفر قدامها؟ 3 صفار. بعدين زائد الثلاث عشرات الحروف يعني قدامها اربع صفار، بعدين زائد التسعه بمئات الحروف، التسعه بمئات الحروف، هاي التسعه قدامها كم صفر؟ خمس صفار، واحد اثنين ثلاث اربع خمسه، هاي كتبتها الصوره التحليلي. تمام، هلا شو بدي اعمل؟ بدي اروح للعدد اللي بعده اللي هو شو؟ 57,004. بس شو اول اشي بدي اكتبها بصوره قياسيه، صح؟ اول شيء بدي اكتبها بصوره قياسيه 57. أول إشي هيها 57 إيش؟ 1004. هلأ شو؟ وأربعة وين الأربعة؟ الأربعة بالآحاد، معناته العشرات والمئات أصفار وهي أربعة، 57,004 هيني كتبتها. ممتاز، هلأ نروح للي بعده. هلأ هاد أنا بدي أضرب الرقم أول إشي بالطريقة القياسية أو بالصورة القياسية، بعدين أكتبه بالكلمة. يلا هاي عندك 9، بعدين 1 هي 10، بعدين 3،
بعدين فرج معي التسعة كم صفر قدامها؟ واحد اثنين ثلاث أربعة، باجي هون كم منزل عندي؟ واحد اثنين ثلاث معناته جاي أحطها صفر بعدين أحط التسعة. هلا اللي بعده بدي أكتبه بالكلمات اللي هو تسعين أو تسعون ألفا وثلاثمائة وتسعة عشر. إذا تسعين ألف وثلاثمية وتسعة عشر صح؟ هلا بدي أروح لآخر وحدة كاتبها بالكلمات، بدي يعني أكتبها بصورة قياسية بعدين أكتبها بإيش؟ بالصورة التحليلية. يلا نبلش بالصورة القياسية. بقول لك 339 339 ايش؟ 1076. يعني ايش؟ يعني مئات صفر طالما ما في مئات. بعدين 76 ممتاز. هلا بدي اكتبها ايش؟ بالطريقة التحليلية. يلا نحللها. 7 آحاد بعدين زائد 6 عشرات. المئات صفر وما بدي اكتبها، بدي اروح للدور. التسعة قدامها 3 صفار بعدين زائد 3 عشرات الحروف يعني 4 صفار، والثلاثة الثانية مئات الحروف يعني 5 صفار. 1 2 3 4 5 ممتاز. إذا هيني كمان كتبت الصورة إيش؟ الصورة التحليلية. ممتاز. إذا هين حلينا السؤال الأول والثاني من ورقة العمل. هلا بنروح للأسئلة اللي بعد. هلا السؤال اللي بعده مقارنة، بدي يعني أحط إشارة أكبر أو أصغر أو يسار. فيلا نبلش. أول إشي كنت أقول لك إياه إنه إيش؟ يانس لازم عد منازل، بعد ما عد منازل اللي عدد منازله أكثر بيكون أكبر، وإذا كان عدد منازلهم أضعف ببلش أقارن مين اليسار. يلا أول إشي خلينا نبلش نعد منازل. يلا 1 2 3 4 5. إذا كم منزل هو هون؟ 5 منازل. نيجي هون 1 2 3 4 5 6، هذول كم منزلة؟ 6 منازل. معناته مين الأكبر؟ اللي منازله أكثر صح؟ هذا 6 منازل وهذا 5 منازل، معناته الأكبر هو اللي عنده منازل أكثر. طيب نروح للرقم اللي بعده نعيد منازل. 1 2 3 4 5 6، هدول كم منزلة؟ 6 منازل. والجهة الثانية 1 2 3 4 5 6، هدول كم منزلة؟ برضو 6 منازل. هلا نبلش نقارن، إذا هم أضعاف بدي أبلش أقارن اليسار. يلا هاي 6 واللي هون 6، أضعاف شو يعني؟ يعني روح للي بعده. يلا نروح للي بعده. هاي 0 واللي هون كمان 0 برضو أضعاف، معناته بدي أروح للي بعده. هاي 2 واللي هون 2 أضعاف، بدي أروح للي بعده. هاي 1 واللي هون 1، إذا أضعاف كمان بدي أروح للي بعده. هاي 6 واللي هون 3. هون اختلفوا مين أكبر، 6 ولا 3؟ 6، معناته العدد هداك كلياته أكبر. ممتاز. هلا بدي أروح للي بعدها. للي بعدها في وحدة مكتوبة بالكلمات والثانية مكتوبة بالصورة القياسية بالأرقام، فلازم أكتب هاي بالكلمات اللي بالأرقام عفوا، لازم أكتبها بالأرقام بعدين أقارن، لازم يكون زي بعض. هذا أرقام
هون ارقام وهون ارقام. طيب يلا 195 هي 195,000 و16 هي صفر وهي 16. هلا باجي اعد منازل، صح؟ بدي اعد منازل. كم منزل هدول؟ هدول 6 منازل، هدول 6 منازل. كم منزل هدول؟ برضه 6 منازل. صار انا هم عد بعض وبلش اقارن. يلا 1 1، 9 9، 5 5، 0 0، 1 1، بعدين 6 6. ايش يعني؟ يعني انهم كلياتهم قد بعض. طيب نروح للي بعده. نفس الاشي، بدي اكتب الرقم بالارقام بعدين ابلش اقارن. يعني هاي 9 1، بعدين 6 10، بعدين 4 100، 1 في احاد الالوف، بعدين 3 في عشرات الالوف. هلا بدي ابلش ايش؟ ابلش افرق اعد منازل. بدي ابلش اعد منازل. يلا كم منزل هدول؟ 5 منازل. واللي هون 5 منازل، واللي هون برضه 5 منازل. طيب اذا هون 5 منازل هون 5 منازل، معناته بدي ابلش اقارن. يلا نبلش، هاي 3 واللي هون 3، قدها. ايش يعني قدها؟ يعني بدي اروح للي بعده. بعدين هون 1 وهون 1 برضو قد بعض، يعني بدي اروح للي بعده. بعدين 4 و4 كمان قد بعض. هلا لما اوصل لهون 2 و6، مين اكبر؟ 6 اكبر، معناته هذا الرقم اكبر، هيها اكبر. اذا 31469 اكبر من 31429. طيب هلا نروح للي بعده. نفس الاشي، بدي اعد منازل. اي 1 2 3 4 5 6، كم منزل هاد؟ 6 منازل. بعدين هون 1 2 3 4 5، كم منزل هاد؟ 5 منازل. ايش يعني هذا الحكي؟ يعني اللي عنده منازل اكثر، اللي منازله اكثر هو الاكبر، معناته العدد اللي على اليمين هو الاكبر، صح؟ هاي اكبر. هلا اللي بعده، هلا هذا مش مكتوب بالكلمات بالارقام وهذا مش مكتوب بالارقام، انا بدي اكتب الرقمين بالارقام عشان انا لف اقارن بيه. يلا 55,000 هاي 55,000 و381. هيني كتبت الرقم بالأرقام وبصورة قياسية. هلا هون 1 8 10 300 5 1/2 و7 10 الألوف. طيب هلا شو بدي اروح اعمل؟ بدي اروح اعد منازل. يلا نعيد منازل. يلا 1 2 3 4 5، هذا كم منزلة؟ 5 منازل. بعدين هون 1 2 3 4 5، هذا كم منزلة؟ كمان 5 منازل. يلا نبلش مقارنة. هاي 7 وهي 5، مين الأكبر؟ 7 أكبر، معناته العدد هذا كلياته أكبر. ممتاز، هلا خلصنا من المقارنة. هلا لمين بدي أروح؟ بدي أروح للسؤال تبع التقريب. يلا هلا بنحل السؤال.
هلا نروح لآخر سؤالين من سؤال أربعة. سؤال خمسة، بالنسبة لسؤال أربعة بيطير، وسؤال خمسة نفس الإشي، بس سؤال خمسة محدد منزلة واحدة. طيب يلا نرجع. لما يقول لك إلى أقرب عشرة بدي أروح أحط خط على العشرات، وين العشرات؟ هاي العشرات هاي، صح؟ هلا بتروح الثمانية على اثنين، صح؟ بتقول لها في مجال تعطيني واحد؟ طبعا الاثنين ما بتقدر تعطيها واحد، فبتقول لها لا. شو بتعمل؟ بتضل بتنزل الثمانية زي ما هي زعلانة، واللي قدامها صفر. بعدين اللي على اليسار كله بينزل زي ما هو، هي سبعة ستة خمسة ثلاثة. ممتاز. هلا بدنا نروح لمين؟ للي بعده، اللي هو إذا أقرب إذا أقرب مئة. هاي المئات بتروح السبعة عنين مع الثمانية، بتقولها في مجال تعطيني واحد؟ طبعا الثمانية من الأعداد الكريمة، تعطيها واحد شو بتصير؟ بتصير سبعة ثمانية، واللي قدامها أصفار. طب واللي على الجهة الثانية بينزلوا زي ما هم، هي ستة خمسة ثلاث. ممتاز. هلا لمين؟ لأقرب ألف. فبيروح على مين؟ بيروح على الستة. الستة بتسأل سبعة في مجال تعطيني؟ بتقولها اه. شو بتصير الستة؟ بتصير سبعة، واللي قدامها أصفار، هي واحد اثنين ثلاث، واللي على اليسار بينزلوا زي ما هم، اليوم مين ضل؟ الخمسة والثلاث. هلا نروح لمين؟ لا أقرب عشرة آلاف، اللي هي هيدي الخمسة. الخمسة بتروح على الستة بتقولها في مجال تعطيني؟ تعطيها واحد شو بتصير؟ بتصير ستة، واللي قدامها أصفار، هي واحد اثنين ثلاث أربعة، واللي على اليسار بتضلها زي ما هي. طبعا بالكتاب ما بده لمئة ألف، فما رح نلغيها. طيب هلا نيجي للي بعده. يلا أقرب عشرة، هاي العشرات الست، السبعة من هي زائد من الستة شو بتصير؟ بتصير ثمانية، واللي قدامها صفر. بعدين اللي ويا كله بينزل زي ما هو، يلا ثلاث اثنين واحد تسعة. هلا اللي بعدها الثلاث بتاخذ من السبعة، تقبل السبعة تعطيها شو بتصير؟ بتصير أربعة، هي أربعة قدامها كم صفر؟ قدامها صفرين، هي واحد هي اثنين. بعدين بنزل الثانيين نفس ما هم، اثنين واحد تسعة. تمام. هلا لمين بدي اروح؟ بدي اروح للاثنين. تمام. هلا اثنين من مين بدي تاخذ؟ من الثلاث. طبعا الثلاث ما بتعطي، تقولها ما بقدر اعطيك، فبتنزل اثنين زي ما هي، واللي قدامها ثلاثه اصفار، هي صفر صفر صفر. بعدين واحد من التسعه بينزل زي ما هم، هي واحد وهي تسعه. هلا اللي بعده اللي هو الواحد، الواحد شو بظهر؟ بتاخذ من الاثنين، فالاثنين هون هي الواحد، بتاخذ من مين؟ بتاخذ من الاثنين. شوف ما بتعطيها، بتضلها واحد، هي واحد، واللي قدامها كله اصفار، هي واحد اثنين ثلاث، هي أربعة، والتسعة بتضلها زي ما هي. طيب هلا ضل ايش؟ ضل عليكم هاي، بفتح بحكي لكم اياها مسؤوله، بس بدي في الوقت لازم اروح للسؤال الاخير. طيب هلا السؤال الاخير هو حاطط لك اشاره او حاطط لك خط تحت المنزل اللي بدي اياك تقربها. هون السبعه، فالسبعه بتروح لمين؟ بتروح للواحد. تقدر تعطيها؟
ما بتقدر تعطيها، بتضلها السبعة زي ما هي، واللي قدامها صفر، واللي وراها زي ما هم، هي صفر، ستة، خمسة. هلا نيجي للي هون، هاي الخمسة، الخمسة عليه بتروح؟ بتروح على الستة. تقدر الستة تعطيها؟ تعطيها. شو بتصير؟ بتصير ستة وقدامها كم صفر؟ واحد، اثنين، ثلاث، واللي ورا تنزل زي ما هي. هلا هون تيجي التسعة، بتاخذ من مين؟ بتاخذ من الثمانية. طبعا الثمانية بتعطيها، شو بتصير؟ بتصير عشرة، هي عشرة، كم قدامها أصفار؟ ثلاث أصفار، هي واحد، اثنين، ثلاث. هلا آخر وحدة هون الثلاث بدها الواحد، تسأل الثلاث تقدر تعطيني واحد؟ بتقولها لا، لأنه ما بتقدر، هي أعداد بسيطة. فالواحد تنزل زي ما هي، واللي قدامها كله أصفار، هي واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، خمسة أصفار، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، هي خمسة. ممتاز. هذا هيك خلصنا حل ورقة العمل. طبعا حبعت لك إياها مشلولة على اليوتيوب. طيب هلا بنشوف إذا في حدا عنده أي سؤال.